صحيح، لكن حتى إتمام هذه المصلحة ربما تأتي على سبيل تحقيق تنازلات من طرف أو من الطرف الآخر. هل تركيا على استعداد أن تقدم تنازلات ما، وما هي؟ خاصة أن هناك حديث حول أن تركيا الآن يوجد لديها عدد كبير من أفراد المعارضة المصرية. هل يمكن أن تكون هذه المعارضة في وارد التنازلات التي يمكن أن تقدمها تركيا مثلا؟ طبعا تركيا في موضوع المعارضة ليست موضوع معارضة، هي موضوع حقوق الإنسان. يعني تركيا لا تتنازل عن مستوى حقوق الإنسان، كما لا يتنازل الألمان ولا يتنازل البريطانيين ولا يتنازل الدول الأوروبية. لا أحد يفرض على البريطانيين أو الألمانيين أو الفرنسيين، حتى في معارضين الأتراك، معارضين حتى هم جدا مرتبطين بالإرهاب الحقيقي، ليس الإرهاب الفرادي كما يسمى بعض المعارضات بأنهم هم معارضين يعني يعتبروا إرهابيين، يتهموا بالإرهاب. لا، يعني هذا هو إرهاب حقيقي. هيك يعني من الفتح أناس أو حتى من الفتح أناس الآن موجودين في بعض الدول الأوروبية، وتركيا طبعا يعني علاقتها مع تلك الدول الأوروبية تظل في نفس المستوى. يعني هو نفهم شوي، يعني طبعا نتهمهم بأنهم هم يدعموا الإرهاب في تركيا، ولكن العلاقات يعني هم يقولوا ويدافعوا عن أنفسهم بأن هذه مستوى الديمقراطية تختلف عن مستوى الديمقراطية التركية، وهذه العلاقة تظل يعني. لكن هذه التصنيفات الإرهابية تصنيفات فضفاضة، هذه لا تقارن مع من هم في تركيا. تركيا أبدا لا تستوعب ولا تستضيف الإرهابيين أبدا، يعني لا تستضيف إرهابيين. ولكن لو هو شخص سياسي ليس لا يوجد هناك في مصر وفي أي بلد، ليس في مصر بالضرورة، في مصر من يلجأ إلى تركيا، يأتي من سوريا، يأتي من يمن، يأتي من ليبيا، لو يعود إلى بلدته ربما في احتمال أن يقتل أو حقوقه ينتهك بوضوح. على تركيا طبعا هي دولة تحترم حقوق الإنسان ولا تعود ولا الأناس الذين يلجأوا إليه، هذا هو خط أحمر لتركيا، يعني هذا لا شك فيها. ولكن تركيا طبعا ليست يعني ولا لا تشجع السياسيين أن يعارضوا أو إلا، وتركيا لا يهمها من يأتي إلى تركيا بهذه الطريقة، هل هو معارض أو لا، وهل المعارضة ستظل من تركيا أو يعني تكون تستهدف مصر ولا. ولكن تركيا لها هذا المستوى حقوق الإنسان، وتركيا لا تتنازل عن هذا المستوى، ولكن تركيا طبعا ليست مركز للاستهداف النظام المصري.